حاجه تنفليستي وفريق مديريه وجده فريق يوسف برشيد اللي دار واحد المقابله جميله وكنشكروا الجمهور الحاج بكثره على هذه المقابله هذه. اول حاجه حنا جايين من هزيمه، فريق مديريه وجده تا هو جاي من هزيمه، كنا اليوم باش نتفاداو هذه الهزيمه ديال اليوم كنا نخرجوا باقل الاضرار الحمد لله، ونقطه من مدينه وجده راه كتبقى نقطه ايجابيه، واللي كيقول لك نقطه بنقطه يحمل الواد، الحمد لله خدينا نقطه اليوم ونقلبوا على مقابلات اخرى ان شاء الله باش نقدروا نفوزوا ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله باش تكون الروح الرياضيه في هذه المقابلات الاخيره ان شاء الله باش كل واحد ياخذ الحق ديالو. عندنا لاعب تيليسا اللي هو يوسف خنا الرابي سان جون، تا هو سان جوير سبور اللي سيدوريا فون اكرم دخل على البلاصه ديال حمد الله الرحمن اللي تا هو كان تواجد هو فيه فيغ راه بغا يلعب وما كانش قادر يلعب راه من عشرين كامل ودخل لينا فينا في صنور دونك سي ديفيسيل. انا قلت لك سان جو ديريكت ما تستناش اكرم يباز دوني لان سان كونستركتور دو جو، ولكن سان جو جايين حنا ما عندناش بوكو بيس دو شونج تاع قلتيها ما عندناش لعابه ما تقدرش تبدل. كنقول لك شكون كان في ليبو كان بحادي حبايلي قليس عزيز ربعه دي ديفونسور بلوس اسماعيل ان سول ميليتير اكرام سيتي لو سول جوار كيو ميليتير دونك اون شوازي اون اوبتي بور اكرام سي ان جون ويزا ايزا قريم يعني كيتعلمو سي فري بلي حنا المولد ديال وجديه خصنا دي بوان ما عندناش الوقت باش يتعلم اللاعب، ولكن لي سيركونستونس في فون كو خصنا نلعبو هاد اللاعب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.